برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ نهارنا الإعلامي من عند يوفنتوس اللي فرط في الارتقاء لصدارة الدوري الإيطالي ولو مؤقتا بعد ما تعادل مع مضيفه جنوا بهدف لكل فريق في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الأسبوع ال 16 من الكالتشيو الإيطالي. ويتقدم فيدريكو كيزا للسيدة العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 28، وبعد كده تعادل ألبرت في الدقيقة 48 للفريق صاحب الأرض. التعادل رفع رصيد جنوا إلى 16 نقطة في المركز ال 14 بشكل مؤقت، أما يوفنتوس فكان يعني خبر سيء حيث تجمد رصيده عند 37 نقطة ليفقد فرصة ثمينة في الصعود بشكل مؤقت إلى صدارة الدوري الإيطالي. ولا تزال الصدارة مع إنتر ميلان برصيد 38 نقطة، ولسه عنده مباراة بكرة في ضيافة لاتسيو الإيطالي بتمنحه الفرصة لزيادة الفارق إلى 4 نقط. التعادل ده هو الثاني للبيانكونيري في آخر 5 ماتشات، حيث تعادل مع إنتر يوم 26 نوفمبر الماضي، بعدها فاز فريق اليوفي على مونزا ثم نابولي حامل اللقب قبل أن يتعثر مجددا بالأمس أمام جنوا في الدوري الإيطالي.